معكم عزوز زنجي، واسعد الله ايامكم بكل خير. النهارده اتكلم عن الاحترام، والفيديو السابق اتكلمت عن احترام كتير. النهارده بس اتكلم سريع يعني بطريقه شويه مختلفه. هتكلم عن قله الاحترام. واحد ما بيحترمش نفسه، يعني انا مثلا لما اجي اخش محل، اي محل اخش، محل قهوه او مطعم ايا كان، بتروح انت مثلا تيجي تعمل لك قعده، يطلع لك واحد ولا واحده ولا ايا كان يبص عليك كده بس بطريقه مش محترمه، يعني حتى مش بصه احترام ولا بصه ابتسامه حلوه كده، يبص عليك كده بطريقه حلوه. لما واحد يخش يبص عليك بطريقه مستفزه وطريقه مش حلوه، وتخلي اللي قدامك ياخذ عنك فكره سيئه. عايز اقول الاحترام دلوقتي بقى مهم في كل الدنيا. الاحترام مهم مع الشغل، الاحترام مهم في البيت، الاحترام مهم في كل حاجه. الاحترام مهم، ما كانش الاحترام مهم ما كانش الانسان له اي لازمه، كان كله كده خلاص رايح في داهيه. الاحترام مهم، انا احط الاحترام رقم واحد. الاحترام في الاسلوب، الاحترام في النظرات، احترام في الشكل، في كل حاجه. في حاجه ما احترام في الكلام، احترام في الطريقه. ده انا خلي طريقتي حلوه، خلي طريقه كلامي تبقى ريلاكس. في احترام في النظرات، واحترام في النظره، يعني نظر نظره حلوه، نظره حلوه كده، نظره تامل حلوه، وابتسامه حلوه محترمه. مش انا مثلا اجي اروح مكان يطلع الواحد يبص له كده ويبص له كده، كان عايز يخش معاك في عركات وحوارات كده، الواحد مع احترامي سمعته تبقى وسخه. مع احترام الالفاظ، لازم الواحد يخلي سمعته حلوه، حتى على الاقل اللي حولك يحبك ويستمر معاك. هتخلي سمعتك وسخه، كله ياخد عنك فكره وسخه انك انت شخص مش محترم. وكده عنوان الفيديو اليوم، الاحترام مهم في كل حاجه، مهم في الشغل، مهم في البيت، مهم في كل الدنيا، في الاسلوب والتعامل وطريقه الكلام. وده عايز اقول، انا عندي في قناه على اليوتيوب، لما يجي واحد يدخل عندي فجاه وعلق تعليق بشتايم او ترى محترمه، انا عن نفسي اقول انت بتشوش الاحترام. واللي تشوف الاشكال زي دي تعمل لها بلوك على طول. عشان كده عايز اقول الاحترام مهم. وفي نهايه الفيديو احب اقول يا ريت تشتركوا في قناتي زاد اللايكات وزاد العجبات وزاد الكلام الحلو. وعايز الفيديو ده يوصل للمليون او الالاف، واتمنى الاشتراك والتفاعل مع قناتي والتعليقات الحلوه. الاحترام مهم مهما كان، فإن الاحترام هو الذي يجعل من حولك يحبونك. لازم نخلي طريقة كلامنا حلوة، وطريقة أسلوبنا حلو، وطريقة كلامنا حلو، وأسلوبنا ونظرتنا حلوة، وابتساماتنا تكون حلوة. ما بصت كده وعمل حركات دي. أنا اتكلمت في فيديو سابق عن إن الكلام الحلو والطريقة الحلوة بتريح البال وتريح النفوس. الطريقة الحلوة، الكلام الحلو بتريح البال وتريح النفوس. وفرصة سعيدة لكم، وشكرا لكم.